أسعد صباحك محمد، وأحب أهنيك على هذا التكليف مع المسؤولية. أكيد أبغى أعرف إيش هو إحساسك بأنك يكون لك هذه المسؤولية اللي أسندها إليك معالي المستشار تركي آل الشيخ. ويسعد صباحك وشكراً على هذا اللقاء. يعني شعوري متحمس وبنفس الوقت شعور صعب طبعاً. وتحدي جدا صعب، لكن ان شاء الله قدها وقدود، وان شاء الله بنطلع نقدر نقول فيلم عظيم باذن الله. الفيلم يعتبر اكبر واضخم انتاج عربي. ففرصه تاريخيه، فرصه العمر نقدر نقول طبعاً. ولكن باذن الله انها قدها وقدود، وان شاء الله بنطلع فيلم عظيم. أكيد. يعني الحمد لله انت قدها يا محمد، يعني انت لك شاركت في انتاج العديد من الافلام القصيره والبروموهات وغيره، سواء لجهات حكوميه مختلفه، سواء بما يتعلق بموسم الرياض وغيره، وفازت بجوائز هذه، فمو غريب ان يتم اختيارك انت لتقوم باخراج هذا العمل الضخم.